I miss you. Do you? Yeah, I miss what we used to be like. <laughs> That's when Dad started calling you my white knight. He just doesn't do everything you say anymore. <laughs> That's so cold. I have to tell you something, and I don't want you to freak out. <laughs> i freak out it's about dylan okay. created a reality that is completely different from everyone else's ازيكم يا جماعه عاملين ايه ورجعنا لكم النهارده مع فيلم جديد لسه نازل من يومين تقريبا اسمه فيوليشن الفيلم بطوله مادلين سيمز فيور وانا ماجواير وكتابه وانتاج واخراج برضو الممثله مادلين سيمز فيور الفيلم اتعرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 14 سبتمبر 2020 وبعد كده اتعرض في مهرجان سان دانس 2021 في فبراير لحد ما شركة شادر اشترت الفيلم تمام وعرضته على شبكات الاون ديماند اللي هي الفيديو اون ديماند 25 مارس السنة دي الفيلم بيحكي عن بطلة الفيلم اسمها مريم ودي بتعاني في الجوازة بتاعتها وكانت يعني شوية وتطلب الطلاق لكن قالت فضلت ان هي تزور اختها وجوز اختها في البيت بتاعهم بعد ما قعدت مدة ما بتزورهمش فقالت تقضي وقت معاهم وفعلا راحت هي وزوجها هناك عشان يقضوا وقت تمام لكن للأسف جوز اختها اللي هو اسمه ديلن استغل الموقف واعتدى عليها ويبتدي بقى احداث الفيلم. أه قبل ما اتفرج على الفيلم أه وبعد ما عرفت ان أه البطله هي اللي انتجت واخرجت والفت الفيلم أه يعني كنت قلقان شويه ليه؟ اللي ما يعملش الحركه دي يعني غير الواحد متمكن يعني عارف انه عامل مثلا قصه كويسه فمش عايزها تروح في ايد واحد اي كمخرج اي كلام ممكن يضيع الفيلم او ما يعرفش يوصل القصه للمتفرجين. اللي كان بيعمل الحركه دي الله يرحمه تشارلي تشابلن ان هو كان المنتج المخرج والمؤلف فالصراحه كان بيطلع عمل اي يعني لدرجه حلوه قوي او يكون بقى من الناحيه الثانيه عمل اي كلام وقصه اي كلام فطبعا مش هنلاقي او المؤلف مش هيلاقي منتج ينتج له طبعا عشان مش عايز يخسر فلوس تمام فبيضطر هو اللي ينتج لنفسه فطبعا هي اللي بتنتج وبتخرج وكده فبالظبط زي ما نقول بفلوس يا والحمد لله الفيلم طلع عند حسن ظني وطلع من النوع الثاني اللي هو فيلم سيء جدا تمام آه تقريبا ما فيهوش قصه تمام والفيلم مدته ساعتين الا ربع آه مده طويله ساعتين الا ربع البطله بتنتقم من البطل تمام وبتشتري بقى موتور وتركب بقى موتور طب عايزه تركب فيشر عايزه طب تركب جنش علشان المطور لما يركب ما يقعش لا شويه تفاصيل زي قلتها وانا قاعد عمال اتعذب، يعني هي تقريبا ما كانتش بتنتقم من اللي اعتدى عليها، لا كمان بتنتقم من اللي بيتفرجوا. تمام؟ ف... فيعني يعني الفيلم عذاب الصراحة من أوله لأخره. بجانب طبعا المشاهد اللي فيها تطويل والمشاهد اللي هو اللي بالتصوير البطيء اللي هو السلو موشن، تمام؟ وبعض المشاهد اللي مش مفلو مش مفهوم لها أي حاجة بس هي لازم تتحط علشان تطول مدة الفيلم، فحاجات كتير، وكمان مش مفهوم يعني رسالة الفيلم إيه؟ أكيد ورا كل فيلم بيبقى فيه رسالة، تمام؟ أكيد مش هدفهم يعني رساله ان احنا نموت اللي بيتفرجوا بس لا يعني اكيد لو الرساله رساله الفيلم اللي هو منع العنف ضد المراه اوكي انا موافق كان يكتبها كده في سطرين وخلاص وكان يرحمنا لكن مش بالطريقه دي الحاجه الوحيده اللي في الفيلم يعني لو حد سالني يعني هل الفيلم ده وحش بطريقه 100% هقول له لا يعني الحاجه الوحيده اللي في الفيلم ان التمثيل مش بطال يعني تخيلوا في فيلم زي ده الممثلين فيه كويسين بس طبعا التمثيل لوحده استحاله ينقذ الفيلم لازم يبقى فيه قصه ولازم يبقى فيه موضوع ولازم كاخراج لازم يبقى فيه رتم للاحداث وعلشان اتشد والكلام ده كله فيعني في حاجات كتيره مش تمثيله بس تقييمي لفيلم فايوليشن هو قبل ما اقول تقييم لو احنا بصينا شويه للافيش بتاع الفيلم او البوستر بتاع الفيلم انا كنت فاكره البطله بتصرخ لا ده هو طلع واحد من اللي خلصوا الفيلم وهو بيطلع طاقه طاقه الغضب اللي كانت جواه اللي كان محوشها طول فتره الساعتين الا ربع بس انا طبعا فهمت آه فهمت غلط طبعا وكان فات الاوان وكنت شفت الفيلم تقييمي اللي هو اتنين من عشره واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه واللي اتفرجوا معجبهم ياريت برضه يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض وسلام